السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. إزاي تقدر تقضي يومك في رمضان؟ من خلال القناة عملنا لكم برنامج لكل مشترك ومحب القناة. البرنامج ده بعد إذن حضراتكم جهزوا ورقة وقلم. أنت يا أمي وأنت يا أختي وأنت يا بنتي وأنت يا أبي وانت يا اخي وانت يا ولدي جهزوا ورقه وقلم واكتبوا معايا ازاي هنقضي يومنا في رمضان. اولا القيام بعد الفجر، القيام قبل الفجر للتهجد وقيام الليل. يبقى يومنا هيبدا قبل صلاه الفجر الساعه 1 الساعه 1 ونص في الحدود دي، هنبدا نصلي نقيم الليل والتهجد. نمره 2، اول ما خلصت دول تناول طعام السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. نمرة 3، الفجر خلاص هيأذن، أعمل إيه؟ الاستغفار إلى أذان الفجر، قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. 4، الاستعداد لصلاة الفجر بالوضوء والانتظار الأذان. 5، أداء سنة الفجر بعد الأذان بعد التأكد من أذان الفجر أو من طلوع الفجر. 6، الاشتغال بالذكر والدعاء حتى إقامة الصلاة. وممكن في الوقت ده برضك اقرا القران الورد بتاعي، ادعو الله عز وجل واقعد اقرا القران لحد اقامه الصلاه. 7، تحرص بعد الانتهاء من صلاه الفجر على الاذكار التي تقال بعد الصلوات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 8، تمكث في مصلاك الى طلوع الشمس تذكر الله عز وجل وتقرا القران وتردد اذكار الصباح ثم تصلي ركعتين ليكتب لك اجر حجه وعمره تامه تامه تامه. 9، تاخذ قسطا من الراحه حتى تستعيد نشاطك. تمام كده؟ قبل ما اروح لشغلي. لان 10، الاستيقاظ للذهاب الى العمل ثم صلاه الظهر وفي الطريق وانا رايح الشغل بقى هسكت؟ لا والله. امال حضرتك هتعمل ايه؟ هقرا القران. انا عايز اختم القران اكتر من مره. 11، هرجع للبيت، الرجوع الى البيت قبل العصر. وانا راجع لبيتي بعد ما خلصت الشغل بتاعي هفضل اقرا في القران الورد بتاعي. جميل كده؟ 12، ترديد الاذان خلف المؤذن في صلاه العصر ثم تحرص على صلاه 4 ركعات قبل الصلاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. 13، القيام بالواجبات بعد الصلاه من ذكر ومن قراءه القران ثم النوم ساعه، انام ساعه للاستراحه للاستيقاظ قبل الاذان بنصف ساعه لاذكار المساء والدعاء. 14، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يستحب التعجيل بالفطر أو في الفطور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا إيه؟ الفطر. ده رواية البخاري. 15، أداء صلاة المغرب في المسجد. أداء صلاة المغرب فين؟ في المسجد. 16، واحنا بناكل في جلسة عائلية بعد الإفطار، نقعد بعد الفطار كده أنا وإخواتي أو أنا وزوجتي وأولادي أو أنا وأمي وأبويا. 17، استعداد لصلاة العشاء والتراويح. وبالنسبة للنساء يراعى الآتي: 1، أن السنة للمرأة أن تصلي في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. جميل كده. 2، إذا خرجت للصلاة في المسجد فلا يجوز لها أن تخرج متعطرة أو متبرجة لما في ذلك في من المفاسد. 3، ألا تخالط الرجال عند الخروج من المسجد بعد صلاة التراويح. 4، إذا صلت التراويح مع الإمام في المسجد فلتصليها كاملة حتى يكتب لها أجر قيام ليلة. 5، وللنساء وللرجال الحرص على عدم السهر بعد الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء والحديث بعد العشاء. إيه تاني؟ 18، آخر حاجة، النوم، وأنك تبيت النية للقيام للصلاة أو للذكر أو للقرآن قبل السحور. وكده خلصنا البرنامج اليوم اللي هو هدية من قناة اعرف دينك لكل مشتركينا وكل أحبابنا. وده بقى بالحلقة دي بالذات لازم تنشرها لكل أحبابك. عايزين البرنامج ده يتنفذ لكل الناس. بالطريقة بالبرنامج ده هتقدر بفضل الله عز وجل ان انت تقرأ القرآن حوالي 5 أجزاء كل يوم، وبالتالي هتختمه كل 6 أيام، يعني هتختم القرآن 5 مرات في رمضان. عشان كده انا بحبكم في الله
وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.